صباح الخير مشاهدينا، بيتجدد اللقاء مع حضراتكم دايما كل يوم على مدى ساعتين في هذا الصباح من 8 ل 10 على شاشة النيل الأخبار، وكل يوم بنقابلكم مع فريق عمل جديد ومعانا موضوعات مختلفة بتغطي مجريات الأحداث. النهارده عندنا موضوعين أساسيين، الأول عن انطلاق فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان الدولي بشعار من أجل السلام. هنتعرف على هذا المهرجان وهنتعرف على اللي حققه في الدورات السابقة واختلاف الدورة دي عن الدورات السابقة تحت هذا الشعار، وازاي ممكن يوظفوا شعار من أجل السلام لتحقيق كتير من أهداف المهرجان. عندنا أيضا مبادرة جديدة هنطرحها النهاردة في هذا الصباح، قام بيها مجموعة من الشباب لزراعة الأسطح بالصبار النادر، أنواع الصبار النادرة. المبادرة اسمها ازرع، وحيكون معانا احد الشباب اللي يعني قاموا باطلاق هذه المبادره، نتعرف منه عن المراحل اللي وصلت لها، ايه الاماكن المستهدفه، ايه الهدف اصلا من المبادره، وازاي هيتم الاستفاده من الصبار. دي موضوعاتنا الاساسيه، ده بالاضافه طبعا الى اطلالتنا اليوميه على عناوين صحف القاهره الصادره صباح اليوم ونشرتنا الرياضيه والاقتصاديه. خليكم معانا فاصل قصير ونبتدي بعده مباشره بمجموعه من تقارير المراسلين وأخبار منوعة من العالم. اهلا بيكم مره ثانيه. نبتدي معاكم بالقرعه العلنيه الالكترونيه اللي اجرتها وزاره التضامن الاجتماعي لاختيار 3000 حاج من حجاج الجمعيات الاهليه. كل سنه وحضراتكم طيبين مع اقتراب موسم الحج، ويا رب اللي ما اتكتبتلوش السنه دي تتكتب له السنين الجايه ان شاء الله. نشوف تقرير. على هذه الشاشة تجمعت أنظار ما يقارب 17,000 مواطن ممن تقدموا بطلبات في قرعة حج الجمعيات الأهلية للتعرف على نتيجتها التي أعلنت من داخل مقر وزارة التضامن الاجتماعي. تقرر تخصيص عدد 3000 حج لوزارة التضامن الاجتماعي تخصص لأعضاء الجمعيات الأهلية من إجمالي 20,000 تأشيرة حج. سيتم تنفيذ هذا العام لحجاج جمهورية مصر العربية بواقع نسبة تمثل 25% من عدد التأشيرات السابق تخصيصها عام 2019. الحج هذا العام تكلفته 87,000 جنيه مصري، طبعا ده بالإقامة والوجبتين يوميا الفطار والعشاء غير سعر تذكرة الطيران. اشتراطات عدة وضعت لاختيار المتقدمين، من بينها عدم أداء الفريضة من قبل، إضافة إلى عدد من الاشتراطات الصحية لضمان أمن وسلامة الحجيج طوال مدة الحج. أحد الشروط اللي هو يقتصر أداء فريضة الحج هذا العام لمن لم يسبق لهم الحج طوال حياته، وهذا الشرط تم وضعه من قبل اللجنة العليا للحج، ألا يزيد سن المتقدم عن 65 عام، وطبعا وبيحسب السن في 30/6/2022. يشترط وجود محرم للسيدات أقل من 45 عام ميلاديا، وبيحسب برضو السن في 30/6/2022. لن يسمح للفئات التي تكون أكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالعدوى مثل مرضى الأورام في المراحل المتقدمة المرحلة الثالثة والرابعة، ومرضى الفشل الكلوي اللي بيحتاج حالتهم غسيل كلوي، كذلك مرضى التليف الرئة والحالات المتقدمة لأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض النفسية والزهايمر. ودي اللي المفروض يعني برضه زمايلنا في المديريات مع الجمعيات الاهليه يتاكدوا بخلاف الكشف الطبي. جدير الذكر انه سيتم تنظيم لقاءات تدريبيه واعداد مسبق قبل السفر لتدريب الحجاج على المناسك بالتعاون مع وزاره الاوقاف المصريه. مع اعلان نتيجه حج قرعه الجمعيات الاهليه لم يتبقى على ضيوف الرحمن سوى تسديد الرسوم، ومن ثم البدء في استكمال الاوراق المطلوبه كشهاده تلقي لقاح فيروس كورونا تمهيدا لبدء سفر الحجيج بعد شهر من الان، مع الدعوات بالرجوع بحج مبرور وذنب مغفور. من مقر وزاره التضامن الاجتماعي ساره متولي، النيل.
تواصل المراكز الطبية عملها في الأماكن الثابتة والمتنقلة بكافة محافظات مصر في إجراء المسح الطبي على المواطنين من أجل الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة. نشوف تقرير عن دور المراكز الطبية في هذا الموضوع. في إطار مبادرة الرئيس 100 مليون صحة للاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة والتي تم دمجها بالمراكز الطبية الثابتة والمتنقلة ومنها اللجان الطبية بمحطات السكك الحديد والمترو، تواصل اللجان عملها على مدار الساعة لفحص المواطنين كافة للاكتشاف المبكر للعديد من الأمراض كالاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة وصحة المرأة. دي ميزتها انها لما بتتشخص بدري التشخيص بيبقى اكوريت وبيبقى العلاج فيها سهل جدا وبيبقى ناجح جدا والمواطن بيرجع زي ما كان قبل الاصابه، فمن الافضل 100% ان احنا نشخص بدري ونعالج بدري. توفير النقاط دي بتسهل لنا التواصل مع الجمهور والوصول اليه في اي مكان. احنا عندنا وحداتنا الثابته، الناس لازم تعرف اماكننا الثابته لان كل المبادرات دي اصبحت ثابته في اماكننا ووحداتنا. ازمه كبيره قوي من الامراض اللي منتشره حاليا طبعا، ودي بنشكر فخامه معالي فخامه رئيس الجمهوريه على تفعيل المبادره الجميله دي داخل محطه مصر لاستهداف اكثر شرائح من المواطنين، ان طبعا انت زي ما سعادتك عارف ان محطه القاهره بتضم 27 محافظه داخل، يعني في تشكيله كبيره من الركاب داخل محطه القاهره. الحالات التي يتم اكتشافها بالمرض من خلال الفحص الطبي يتم احالتها الى المراكز الطبيه المتخصصه لعمل الفحوصات الطبيه والتشخيصيه وتقديم العلاج للملازم لها. الخدمه الطبيه هنا بتقدم مجانا، والتحويلات اذا استدعى الامر ان احنا نحول اي مواطن عنده اي مشكله بيتم مجانا من بدايه الخدمه لحد التحويل. فانا انا من النقطه دي بقول لكل المواطنين المصريين تعالوا اطمنوا على نفسكم. بعد الفحص بيتم الدكتوره بقى تشوف ان كانت هي الحمد لله سليمه كويسه او في حاجه هي قلقانه منها، لو لا قدر الله في حاجه قلقانه منها السيستم اوريدي كده بيدينا نظام تحويل ان احنا بنحولها لاقرب مستشفى تابعه لينا. قبول واستحسان من قبل المواطنين لما يقدم لهم من خدمات تشخيصيه وعلاجيه خلال تلك المبادره. ما تاخرتش، قعدت بتاع 5 دقائق على طول ودخلت والخدمه حلوه وكله تمام الحمد لله. فحص المواطنين من خلال المبادرات الرئاسيه الفاعله للاكتشاف المبكر للعديد من الامراض يؤكد مجددا حرص الدوله المصريه على توفير خدمه علاجيه وتشخيصيه للمواطنين اينما كانوا. محمد حلمي، النيل. نشر موقع الما تي في ترافل الإيطالي تقرير مصور وصف خلاله مصر بأروع بلدان العالم بما تمتلك من مواقع أثرية فريدة ومتنوعة تعود لمختلف العصور التاريخية، بداية من العصور القديمة مرورا باليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية والعصر الحديث والمعاصر. وسلط الضوء على 10 أماكن أوصى السائحين بزيارتها خلال تواجدهم في مصر. أوضح الموقع في تقرير تحت عنوان مصر الساحرة 10 أماكن لا يجب أن تفوتك، من أهم الأماكن اللي يجب على السائحين زيارتها في مصر أهرامات الجيزة ومدينة القاهرة اللي بتتميز طبعا بمبانيها التاريخية والأثرية والتراثية. أشار التقرير لمدينة الأقصر لافتا إلى معابد الأقصر والكرنك، بالإضافة إلى وادي الملوك حيث المقابر الملكية الرائعة زي مقبرتي الملك سيتي الأول وتوت عنخ آمون. تطرق إلى مدينة أسوان حيث الهدوء والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة والجزر النيلية اللي من بينها جزيرة ألفانتين. وتحدث التقرير عن البحر الأحمر ولفت إلى أنه يمكن للسائحين خلال زيارتهم لمصر الاستمتاع بقضاء أيام بمنتجعاتها المطلة على البحر الأحمر. وأضاف التقرير أنه من الأماكن اللي يجب زيارتها في مصر مدينة اسكندرية، كما أوصى بزيارة واحة سيوة في فصلي الربيع أو الخريف وزيارة الصحراء البيضاء والصحراء السوداء والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الصحراوية الفريدة من نوعها في العالم. نروح لمدينة اسكندرية حيث نظمت مكتبة الاسكندرية والهيئة العامة لقصور الثقافة معرض لمنتجات الورش وحفل فني لفرقة الغوري للموسيقى العربية في بيت السناري بحي السيدة زينب بالقاهرة.
انطلاقا من دورها الثقافي والتنويري، نظمت مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة معرضا لمنتجات الورش اليدوية والحرفية والتراثية ببيت السناري بالسيدة زينب بالقاهرة. الغرض من الموضوع ده ان احنا بنعلم اهالينا ازاي يقدروا يبداوا مشروع تراثي من التراث الاصيل بتاعنا اللي هو الحرف التراثيه والتقليديه. طب ليه بقى انا بعمل ده؟ اولا يقدروا يعملوا ده غير انهم يطلعوا مشروع ويبقى منتج ويبقى عندهم عائد مادي، ان انا احافظ على التراث والموروث الشعبي الخاص بي. الورش بتاعتنا اللي بيننا وما بين يعني الاشتراك ما بيننا وما بين قصور الثقافه بتهدف اللي احنا نفتح مجال او سوق عمل يعني الناس محدودي الدخل، او بمعنى اصح السيدات اللي هم ربات يعني ربات بيوت، فاحنا بنفتح لهم سوق عمل. وعلى هامش المعرض التراثي أقيم حفل فني لفرقة الغوري للموسيقى العربية والتراث التي تأسست عام 1971 بمجموعة من الأغاني التراثية المميزة والمتنوعة. الفرقة تضم مجموعة من العازفين ومجموعة من المطربين، وحصلنا الحمد لله رب العالمين على تصنيف ألف في شهر 12 الماضي نظرا لجهود الفرقة وتقديمها التراث بالشكل الجيد. جو في ثقافة، في فن راقي، في جو مختلف عن جو الموبايل والتيك توك وكل السوشيال ميديا اللي بتعمل إلى حد ما سطحية في التفكير. الواحد بيجي هنا بيسترجع روحه، بيسترجع كيانه اللي هو فقده يعني في العصر اللي احنا فيه دلوقتي دوت. ثلاثة أشهر هي عمر الدورة التدريبية التي أقيمت بالتعاون بين مكتبة الإسكندرية والهيئة العامة لقصور الثقافة بتدريب ما يقرب من 20 متدربة على الحرف التراثية والمشغولات اليدوية. الحفاظ على الهوية المصرية وإحياء التراث الشعبي المصري الأصيل كان وراء إقامة مثل تلك الورش الفنية للحفاظ على الموروث الحضاري ونقله إلى الأجيال القادمة. من داخل بيت السيناري بالسيدة زينب عبد الحميد صقر، النيل. اختتمت فعاليات أول مهرجان للموسيقى والغناء بمحافظة الشرقية باسم مهرجان تل بسطة اللي بتشهده 9000 أو اللي شهدوا 9000 شخص من أبناء المحافظة على مدار 3 ليالي. المهرجان قدم 6 عروض أحياها كبار المطربين ونجوم الموسيقى العربية والفنون الشعبية من دار الأوبرا والهيئة العامة لقصور الثقافة. وأقيم مهرجان تل بسطة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية ووزارة السياحة والأثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة. لقي قرار حركة طالبان فرض النقاب على أي مذيعة في وسائل الإعلام المرئية ردود فعل رافضة لدى المذيعات التي ارتأينا أن ظهور الوجه أمام الكاميرات يساعد على توصيل الرسالة الإعلامية إلى أذهان المشاهدين. نشوف تقرير. تطبيقا للقول الشهير مجبر أخاك لبطل، لم يعد بإمكان المذيعات الأفغانيات رفض ارتداء النقاب أمام الكاميرات، فبعد أن فرضت حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان على المذيعات ارتداء النقاب لم يعد الأمر اختياريا بل إجباريا. هذا المرسوم لم يكن متوقعا من قبل كل المذيعات، لأن الإسلام لم يأمرنا بتغطية وجوهنا ولم نحصل على هذه المعلومة من الإسلام، وكل عالم إسلامي وسياسي بارز عارض هذا المرسوم. وفي الوقت الذي طلبت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أفغانستان من المذيعات الالتزام بقرار ارتداء النقاب بدءا من السبت، تتمسك المذيعات برفض القرار مرجعة موقفهن إلى أسباب موضوعية قبل أن تكون شخصية. يجب أن تشعر المذيعة بهدوء تام وأريحية خلال تقديمها الأخبار لتوصل الحقيقة إلى الناس، لكن اليوم ولأول مرة أواجه لحظة يفرض علي فيها تقديم برنامجي وأنا أرتدي نقابا وأصبحت لا أشعر بالارتياح بصفة عامة.
كانت حركة طالبان قد فرضت مطلع الشهر الحالي على النساء تغطية وجوههن في الأماكن العامة مع تفضيل ارتداء النقاب، لكن الحركة كانت تكتفي قبل ذلك بارتداء النساء للحجاب فقط مرتضية ترك الوجه ظاهرا. إذا صدرت مثل هذه المراسيم وفرضت على النساء سيكون معزولات، وأرى أن المرأة تتعرض لإقصاء تدريجي في أفغانستان. وسائل الإعلام الأفغانية نصحت المذيعات بالبحث عن عمل آخر إذا لم يمتثلن لأمر ارتداء النقاب، على الرغم من إعلان وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن عدم رغبة السلطات في إجبار المذيعات على ترك وظائفهن. كانت حركة طالبان التي عادت إلى الحكم في أغسطس من العام الماضي قد تعهدت باتباع سياسات أكثر مرونة من تلك التي طبقتها خلال توليها الحكم بين عامي 1996 و2001 عندما حرمت النساء من كل الحقوق تقريبا، لكنها سرعان ما تراجعت عن التزاماتها واستبعدت النساء إلى حد كبير من الوظائف العامة وحرمتهن من الالتحاق بالمدارس الثانوية وقيدت حقهن في السفر. أعلن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميتا أو فيسبوك سابقا مارك زوكربيرج في مؤتمر الأعمال الافتتاحي عن تحديثات لعروض رسائل واتساب للأعمال التجارية. التحديثات ستعمل اللي تم إجراءها على عرض حساب الأعمال الخاص بتطبيق المراسلة، ستعمل على تسهيل بدء استخدام واتساب للشركات من أي حجم، وسيكون ذلك ممكن من خلال خدمات استضافة سحابية مجانية وآمنة تقدمها ميتا. سيسمح ذلك للشركات والمطورين بالبدء والتشغيل على واتساب في غضون دقائق وزيادة السرعة اللي يمكنهم بيها الرد على عملائهم. وصرح زوكربيرج أنه أكثر من مليار مستخدم يتصلون بحساب تجاري عبر خدمات المراسلة لدى واتساب كل أسبوع، وهم بيتواصلوا للحصول على المساعدة للعثور على المنتجات والخدمات وشراء أي من العناصر باهظة الثمن إلى السلع اليومية. كما أعرب عن سعادته بافتتاح واتساب للشركات من أي حجم حول العالم باستخدام خدمات استضافة سحابية مجانية، واعتبر هذا الأمر خطوة مهمة لمساعدة المزيد من الشركات على التواصل مع الناس ومساعدة المزيد من الناس على إرسال رسائل إلى الشركات الكبيرة والصغيرة. بالنسبة لشركاء التطبيقات ستلغى هذه الخدمة الجديدة، ستلغي نفقات الخادم الباهظة وتمنحهم إمكانية الوصول الفوري للميزات الجديدة، وبالنسبة للأشخاص فإن هذا يعني أنهم حيكونوا قادرين على التحدث مع المزيد من الشركات المفضلة لديهم، ولا يمكن للشركات إرسال رسائل إلى الأشخاص ما لم يطلبوا الاتصال بهم. في بريطانيا قام مجموعة من الفنانين برسم لوحة تعبيرية مبتكرة ضخمة من أجل التوعية بأهمية النحل في حياتنا في فناء أحد المدارس باستخدام الألوان المخصصة، ومع الاحتفال بيوم النحل العالمي تم رسم نحلة عملاقة مكتوب بجوارها كيف تكون حياتنا بدون النحل في ظل تناقص أعداد النحل بسبب التغير المناخي والتلوث وقلة مساحات الأراضي المزروعة. طيب نروح لخبر آخر من مدينة كان الفرنسية. أثبت حصانان للشرطة في المدينة أنه ليس فقط النجوم هم من يحتاجون إلى التدليل أثناء زيارتهم لصالون تصفيف الشعر بالقرب من مقر إقامة مهرجان كان، لكن شعر المتفرجون بسعادة غامرة لرؤية حصانين يسيران على سجادة حمراء قصيرة جدا عند مدخل صالون بالقرب من كروازيت خلال مهرجان كان. تلقت الخيول معاملة النجوم من الموظفين اللي قدموا لهم كتير من الاهتمام والمعاملة، مما أدى إلى سرقة الانتباه لفترة وجيزة من المشاهير اللي كانوا بيسيروا على السجادة الحمراء على بعد بضعة أمتار. يعني أكيد حاجة لطيفة وغير تقليدية.
ونروح لحالة الطقس. النهاردة بيتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، جنوب وجنوب سيناء وشمال الصعيد. معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس لطيف على معظم الأنحاء. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين 25. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف. دي أخبارنا اللي ابتدينا بيها معاكم يومنا كالمعتاد في هذا الصباح. فاصل قصير، من بعده نتابع نشرتنا الرياضية الأولى، ومن بعدها هتكون أولى وقفتنا الحوارية.